فدالي دائما تكون من قلب الأحداث الرياضية، وكذلك بي كان تي في بلس قناة الأسرة المغربية. إذن مرة أخرى في لحظات تكريم الأبطال إذن نرحب بجميع متابعينا الكرام عبر أثير قناة جريدة إفادة وكذلك قناة كان تي في بليس عبر المباشر جمعية أيهاب جيم للثقافة والرياضة الدورة الثالثة أمسية رياضية بإطار رياضة فنون الحرب كيك بوكسينج، منافسة قوية بين الأندية المتنافسة، 13 نادي تتنافسوا على الميداليات وكذلك تتنافسوا على إيجاد تموقعهم يعني في سبورة الترتيب وفي سبورة الفائزين بهذه الأمسية الرياضية. كنحيي الجماهير الحاضرة، جماهير في هذه اللحظات حاضرة بكل شغف من أجل إنجاح هذه الأمسية الرياضية. كذلك نحيو اللجنة التنظيمية وكذلك نحيو الحكام المباريات، عمل جبار من أجل إنجاح هذه الورش الرياضي. إذن المنافسة في اللحظات، صاحب القفازة السوداء والمنافس صاحب القفازة الحمراء لأن ضربات قوية عن انتهاء الجولة الأولى. إذن مرة أخرى نرحب بجميع متابعينا الكرام، كنعاودوا جددوا الترحاب لكل متابعينا الكرام، ونتمنى إن شاء الله أننا نكون نوصل لكم ونقربكم من أجواء ديال المنافسة. غادي تبقاو معنا عبر المباشر باش نعرفوكم بعدا كين بهاد الرياضة، رياضة الكيك بوكسينغ. نعطيو الميكرو بلا ما يتكلم بيه أي واحد. إذن حضور عدد من الأندية في هذه اللحظات. هذه تبقوا معنا
باش غادي ناخذوا تصريح ديال الاطار الوطني وكذلك اطار وكذلك رئيس جمعيه اسبو للكيك بوكسينغ. إذن نجدد الترحاب بجميع متابعينا الكرام. الرئيس الرئيس كم تبي؟ مشكل. إذن مرة أخرى نرحب بجميع متابعينا الكرام. أنا الخلي هو يعرف على سميتو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحريشي محمد، ممثل جمعية أبطال سابو مشرع القصيري، دائما في إطار الاستعدادات للبطولات والدوريات المقبلة إن شاء الله. اضطرت جمعية أيهام جيم، وأنا ديجا كنت هنا في سلا وكاتب العام ديال هذه الجمعية ديال أيهام جيم، بدعوة من الأستاذ سي محمد تفريوشت جينا باش نحضروا هذا الدوري الرمضاني اللي في النسخه ديالو الثالثه كتنظموا جمعيه ايهام جيم. جينا باش نشاركوا في هذه البطوله هذه واولى هذا الدوري هذه، دائما في اطار استعدادات البطولات والدوريات المقبله ان شاء الله بحول الله. هذا الدوري هذا كيعرف مشاركه عده جمعيات وطنيه ودوري في رياضه الكيك بوكسينغ. رياضة الكيك بوكسينغ الحمد لله اللي عطات إشعاع كبير وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لرياضة الكيك بوكسينغ وتحت إشراف عصبة الوسط، اضطرت جمعية أيهام جيم تنظم هذا الدوري هذا من أجل الاحتكاك ومن أجل الأبطال يبرزوا المواهب ديالهم هنايا. وشكرا سي محمد اللي دائما كينظم هذه الدوريات هذو وكيستدعي فيه عده ابطال وعده جمعيات للمشاركه. شكرا لكم وشكرا لجمعيه ايهام جيم وشكرا للمجلس العيايده او المجلس ديال المقاطعه العيايده في شخص الرئيس ديالو وفي شخص المجلس كامل على المساهمه ديالهم والمساعده ديالهم لجمعيه ايهام جيم دائما في تنظيم الدوريات والبطولات بحال هادو. كما كتشوف انت شتي دابا عده مواهب عده ابطال اللي الحمد لله الجمعيات الرياضيه كيساهموا فيهم باش الابطال يبعدوا من الانحراف يبعدوا من التشرد. راه كما كتشوف البليه كاين الكارو كاين سميتو الدراري الحمد لله ملي كيجيو يمارسوا الرياضه من الصغر ديالهم كتلقى دري نظيف وكما كيقولوا دائما العقل السليم في الجسم السليم، والرياضه كتساهم في التنميه ديال الابطال والتنميه ديال الاطفال باش يكونوا في صحه جيده دائما. شكرا لكم وتحيه لكم الجميع. تبارك الله عليك. إذن مرة أخرى نرحب بجميع متابعينا الكرام عبر المباشر. إذن كما تلاحظوا منافسة قوية. خدينا تصريح ديال رئيس جمعية بالقصيري رجوعا إلى المنافسة. إذن منافسة قوية. إذن انتهاء المباراة في الانتظار بروح رياضية بين اللاعبين وكنتمناو يعني يكونوا هاد المباريات كاملين هكا بهاد الندية وهاد المنافسة يعني كيخص فضاءات يعني توجد بالنسبة لهاد اللاعبين باش يبرزوا الموهبة ديالهم، ما تبقاش مثلا تسناو مثلا مرة في العام ولا مرة في الشهر، رغم ما كاين أنهم كاين لاصالات يعني قاعات كيترينيو فيهم، ولكن ما هاد المنافسة مثلا جهوية نتمناو يعني تتكرر على الصعيد الوطني. لماذا على الصعيد الوطني؟ باش يخرجوا ابطال مثل بدر هارين، وخصوصا حنا معروفين المغرب معروف في رياضه الكيك بوكسين يعني متفوق عالميا، ولكن بغينا يعني هذه الرياضه يعني تبان، ماشي مثلا يتكونوا برا يجي لاعب من برا يكونوه ويقريه ويربيه ويجي يرفع الرايه المغربيه، بغينا يتكون من هنا يعني يعني بغينا اللاعبين يتكونوا من هنا من داخل الوطن، وبغينا تكون واحد يكون واحد اهتمام للفئه الشابه، لان الانسان كيوصل 50 عام صافي يبقى لي غير القبر، ولكن هاد